ردود أفعال غاضبة لجماهير الشرطة بعد المباراة. تابع. المدرب ما تقرأ لعبه، ما تقرأ لعبه، تتفلسف في التبديل، تتفلسف في التشكيل. هو أنا بلعبة الطلبة حكيتها له شايب وناشدت برسالة، قلت له أحمد صلاح لا تتفلسف في التشكيل، لا تتفلسف بالتبديلات. هسه تتفلسف أنت تسحب بسام شاكر من الشوط الأول ما يساق، حسين علي لا يسلم ولا يسلم صحيح، غير شوف لعبة أنت وعدك لاعبين قاعدين بالاحتياط أحسن من الموجودين واللي نازلين. آخر مدرب 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 لا قرأ لعبة، لا قرأ الضعف اللي عند اللاعبين ماته، ولاعبين لا بدون روح، لاعبين لاعبين لا مدرب ولا هم يحسنون لاعبين لاعبين يعني أداء اللاعبين لا لا كل من لاعبين مستواهم فارد لك للجمهور المسكين. وأحمد صلاح قتل المباراة تبديلات الغلط، يعني نقطتين ثمينة ضيع من عندنا مع الأسف الشديد. أقول يعني قاعد الشرارة أحسن لاعب المباراة ويخلي بسام ثلاث أرباع اللعبة غلط اليوم. قاسم احنا غالبينها 6-5 على هاي التشكيله وعلى هاي الوعي، يعني ليش احمد صلاح؟ شنو هذا الخوف؟ شنو هذا الجبن؟ يعني قلنا باسيا تخاف ما يخالف، بس هنا دور عراق القاسم تعادل وياه. عليك احمد صلاح مو مال الشرطه. آه. ليش مو مال الشرطه؟ ليش محمد داوود مقعده؟ شراره ما يطلع. صحيح. بسام شوطين وشراره يطلع. مدرب يتحمل خساره؟ اي طبعا.